ريبتكم واهلا وسهلا بكم في حكايه رمضان على قناه الحوار التونسي. اليوم الخميس 15 رمضان، دخلنا في النصف الثاني. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. سعيد انه يكونوا معايا شكيب الدرويش، بايا الزردي، عايشه عطيه، زين العابدين المستوري، صادق حلواس، منال عماره، فوزي بن قمرة، وسعيد انه يكون ضيفنا اليوم متواجد في عديد القنوات، وبتشوفوه في النصف الثاني على قناه الحوار التونسي في ليدي كليك، لطفي بندقة. صحة شريبتكم، مرحبا بك سي لطفي. ايوينك اه؟ ايوينك اي؟ ايوينك، شنو احوالك؟ مرحبا بك. انيك وبرا. دونك عندك بندقيات ان شاء الله، اللي هي معناتها برنامج ايش مع غياليات، معناتها مو بندقيات. اي بندقيات اسم البرنامج. هو كان اسم كتاب، هو حب شربيات. لا يحب فستقيات. هو فستقيات، فواكه جافيات. اي فك علينا. هو اسم كتاب، من بعد رديته اسم برنامج. معناتها انك تسمي برنامج باسمك نوع من الغرور، يتسمى صحيح وصلت، اسم يبيع، مع سي بون، معناتها مع وفات لسامي مثلا. والله لا كنت تخيل. مرحبا بكم في نوفليات. لا ورتانيات احلى. اه ورتانيات. لا هي الفكرة جت فكرة جت بندقيات. الله شاعر غير ما تشعر. القناة المنتجة والبرودكتور تحية ليه سي فتحي الزغلامي قال لي الكتاب عجبه نحب نسمع عليه. قلت له خلينا نغيره شوية. قال لي لا يا خويا نحب هذيك أنا كبرودكتور وهو باش يكسكي. خاي قلنا له عندها مال. بعت له الاسم. بعت له الاسم يا خويا شنو عملت؟ اسمي هذاك يبيع تو. ملوين ايش بيه؟ الحمد لله شفت 40 سنه تجربه من الكوميديا، شنو مشكلتك انت؟ اي حاب يسميه نهديات. شكون جبد المشكل؟ انت جبت له مشكل، خاطر تقول له بندقيات تسميه نهديات، شو تحب يسميه مثلا؟ مغايرات عبدليات، سميه مكحلات، صدقيات. ما نفش نروحوا منه ندافع عليه، اسمه بندقي سميه بندقيات. شو انت غير منه؟ نوفل غير منه. خلينا نتجاوز شوي. نتجاوز بندقيات كاني كونسيبت حنا بعرف في حومتنا تو نحكيو عليها. وعندك برنامج زاد نتاع طبخ، وعندك السيت كوم زاد اللي ليك. نتاع طبخ لا عاد شنو؟ هي مش طباخ. ما شنو؟ استدعى. اي قالت لك نستدعى. استدعى ضيوف. انيماتور نتاع البرنامج هذا ونعملوا فيه كاميرا كاشيت. الدخلة اليوم مختلفة. حبيت نعمل لكم باتل. باتل يا حما باتل. لا. باتل فيش في الراب، في الدانس، فيش حسب رايكم باتل فيش؟ في الكذب. منال. في التطيب. في الضحك. شكون يحلب معزة؟ ممكن. شكون يحلب بقرة؟ شتيح. تمثيل. شتيح. غناء. غناء. قربته. باتل في حاجة أنا نحبها برشا اللي هي الشعر الشعبي. آه. عرفتك الشعر الشعبي بصراحة ممتعين، زوز شعراء ممتعين. أي نوفل سامحني والله معناها لقيت حاجة ما تعلمنا الطب عرفت فزت. لا قريت حاجة أنه المشير أحمد باي كان من البيات اللي يعشقوا حاجة اسمها شعر شعبي، وكان يلمد معناها الشعراء الشعبيين ويسميها احتفاليات البعلي. يقول لك سامحني بعد تجي الحاضرة وفي اخرج تو من عهد البيت. صحيح ارجع امشي امشي. لا ولو مكبش فيك انا بعليات. المهم نحكي عليه تاريخ. جينا واحد من القيروان وواحد من قبل، يلا نستقبلوا سي كمال الخليفي وسي جمال بن عيسى. مرحبا. صحة شريبتك. مرحبا تفضل حضير. صحة شريبتك. مرحبا بكم. يلا تفضل. مرحبا 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 تفضل. سي جمال بن عيسى انت جيتنا من قبلي، مرحبا بكم منورنا. وسي كمال الخليفي جيتنا من القيروان. القيروان. انت تخدم موظف وانت انت في ما بين جامعي وفي معهد ثانوي، معناتها تخدموا في الاداره اكيد. دونك في الاداره تكركروا اوقات فراغكم تعملوا فيها الشعر. انا هي العمل هو شعر بطبيعته. العمل هو يا اخوي انا نموت على الشعر الشعبي. نحيوا الجمهور نقولوا مساء الخير. مساء النور. يا اجمل بشر مساء الورد وعطور النديه، مساء الحب نسيم عبر للغاليين، سلامات وتحيه مساء الخير يا اجمل بشر. باب امشي امشي امشي. اهرب بيك اهرب بيك. يلا تحيه يا وطن بيك. عرفت معنى الحب ومعنى حنان الحضن لي رباني، بلا بيك جاهل من قرا وكتب مهما تعلم في الحياه معاني. يا وطن انت كبير نتصورك ونصورك تصوير، ونعظمك في ذهن كل صغير، ونرسخك في خاطري وجداني، ولو كان عندي جناح والله نطير على الشمس نرسم موطني وعنواني. الله الله
سي جمال، انت تكتب شعر قداش عندك؟ والله انا جديد ما عنديش برشا، يعني اعتبر هاوي مازلت. اما بالنسبه عندي مجموعه كبيره من الشعر الغنائي، بحكم ديما الاعلام محصور هنا، اني في جهتي غادي الحمد لله معروف وعندي خدمه أي. كبيره معروف. عندي اعمال لحنت في سوريا، عندي اعمال لحنت في ليبيا، عندي اخر اغنيه مع بلطي نحرق ولا لا، نحرق ولا ليلى نتاعو زمان نحرق ولا لا، عندي تعكرم ماج نحضر فيها تو، عندي ما اسمى سليم، عندي ما فنانين من الجهه عديد الاعمال قاعده تعمل. انت كتبت نحرق ولا ليلى، كتبت نحرق ولا ليلى او ولا ليلى هذيك او كتبتها؟ لا اصل هو الاصل هي نخمم في الحرقه في بالي زعما نحرق ولا ليلى، عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة، مكتوب مسطر من ربي ما نعرفش ايش مخبي، يصبرني وياك يا قلبي بالله رسيني على حاله. بلطي زاد فيها ابيات اخرين وحاول يعمل لها ميكساج بين البيت. يلا باش نبداو في الباتل في الديفي. سي كمال انت عندك زوز، شعر الخطوبه وشعر الطفله اللي تمشي من الريف للمدينه. سي جمال باش تحكي لنا على العلوش. عالميه على العلوش، حتى انت عالميه. يلا نبداو بك انت دونك، نحكيو على القصيد الفكاهي بتاع الخطوبه. الخطوبه يلا تقوي لنا صوتك وتعطينا القى باهي، ومن بعد انتم باش تحكموا شكون باش يربح في الباتل هذا، سي كمال ولا سي جمال. يلا سي كمال. خطبت بنية وجه نكد من ساعتها سعد يرقد. من النهار اللي خطبوا هالي كل ليلة في الاستعجال، ما قعد لي من راس مالي كان جرد الموتور في سد، زعما المكتوب ابعث هالي ولا دعاه في ينفد. صاحبي مهمة صعيبة صاحبي. يلا نمشي نجبد في الشهرية نتخبى تلحقني هي، تجبد في كم السورية وتقول لي استنى يا ولد، وام يا اخوتها يدوروا بيا وليدين الكل تتمد. قالت لي تعرف يا كمال قلبي على قلبك ميال، نفنى على اللبسة والمال وانت ديما جيب وعد، اذا كان خلاصك مزال تسلف وقت لتخلص رد. برافو. اعطيني توا، هو عنده قصيدة اطول منك، اعطيني توا شعر الطفلة اللي تنتقل من الريف للمدينة. من اللي سكنت في المدينة ولت تلعب في الكوتشينة، من كانت توكل بيديها جبدت فرشيطة وسكينة. كانت تسكن في الهنشير ما تعرفش صباح الخير، بالستة خبزات تشعير ترحيهم كيف الماكينة، وتمسح سنيها ببشكير وتقول لك قديش بنينة. جت تماري في البنات ضاعت في برشا حاجات، دخلت للمرشي وشريت شوي خضرة والحيمة سمينة، جت تقطع في الكتلات تقص صباعها بالسكين. دخلت مرشي الحوت تدز، مره تقعمز مره تفز، وفي الرقبه عنقود خرز وتتذمر قداش حزينه، من الحوت اللي شافته بكله ما عرفت كان السردين. دخلت للتاكسي فون لقيته بكله نفس اللون، قليبها السخطة ممحون وخطوتها على الأرض رزينة، جت تعمل في تليفون دخلت في باب الكابينة. سي جمال الله ينور، عندي جملة باش نكمل له قصيدته مش كاملة، كمل الاخر ترى جملة الاخرى. جيت باش تدخل تاكسي فون زطمت في باب الكابينة. قلت لك أنا يا مسكينة لا تدخلي المدينة. تحية لسليم دحمة. يلا سي جمال. أولا كما قلت لك الشعر هواية، خويا كمال له برشا في الشعر. أي. وأنا عندي تقريبا 3 سنين هو كتب حتى في الفكاهة هنا، الهزلي ما عنديش تقريبا، هذه جت على أزمة شخصية، على الرأس باش ناخذ علوش في العيد، لازم علي باش ناخذ علوش. أي بيان سور. فجتني فكرة العلوش هذا غالي ولا أغلى حتى من البني آدم معناها. أي دونك كتبت عليه. يلا كتبت عليه قصيدة صغيرة حلوة زاد. أي نقول شاهي نشري لي علوش نديره في الحوش، وكان لازم نعمل له دوش، قلت نهز للحوش ندوش له بشكير حرير نفرش له، علوشي اللوز نعلف له ونزيده برفان وكوش، وكان لازم نعمل له حفله نستدعي له اوباما وبوش. قلت علوشي يا حلالي غالي، قاري ماجستير وعالي، شهاد دكتوراه من مالي، 7 لغات وبكوش، وخيكم واحد زوالي، حدفني طيشني عتوش، وشاهي نشري لي علوش نديره في الحوش، وكان لازم نعمل له دوش. انا اعطيتها وز قصائد. اي اعطي قصيده اخرى. لا قصيده باش نعطيها بحكم المده اللي فاتت عيد الامهات. اي نكرم الام بقصيده. اي برافو. كل الامهات. اي نقول يا والده حنيت لميعادك،
وقت العشية تنص ببرادك ويا والدة حليت لميعادك. يقول هست علي قعدتك واللمة واشواق تبكي من حنينك يمه، وهست علي أيام كانت حلمة في حضن دافي مشاركك فرقادك، وهالوقت بعدك يا عزيزة ظلمة ولا شي يحلى في غربتي وبعادك. حنيت وقت رسومة وهبت علينا من بعيد نسومة، تمنيت بحرك يا حبيب نعومه ونطير لك ونحط وين بلادك ونشرب التاي الحلو في القرجوم، ولا يوم ننسى طعمته برادك. حنيت يا ودادة ندير ركبتك نرقد عليها وسادة، وهستس علي والدي ومعادة وقت اللي كنا جاملين أولادك. غزلك السرة مصوفته وجدادة من الصبر، ديري في العزيمة زادك ويا والدة حنيت لميعادك. برافو برافو. سي كمال زيدنا قصايدك قصار بقى، زيدنا البورتابل. يعني باش نوضح لهم نحطهم في الصوره باش يفهموا، دوب ما خرجوا بورتابلويات الناس تما مش فاهمين، خذوا بورتابلويات انا على خاطر باش تعمل الناس معناها نخبوا كذا. اللي مش فاهمين حتى رخص بورتابلويات تما اللي مصطلح شعبي جبور نقولوا مثال ولا عرش ما تعرفش تستعمل، نقول انا جبريه وعقلها فيارج. جبريه وعقلها فيارج مغرومة بكلمة ألو، ما تفرق شلطات الشارج من الشلطة متاع الريزو. كيف لقيت الخط رخيص قالت لازم نعمل بيس. صبحة جلبت الفلاليس باعتهم لشكون شروم، من كانت تفطر في البيت نهارتها فاترة لحلو فرحة بالبورتابل. جبرية كعقلها خج صبحت على العالم تحتج، قالت ما نصبرش درج يلزمني بورتابل تو، الكحول مغطي عينيها كتراها تقول زورو. تحط يديها على المخروقه وتبدا تمشي دوقه دوقه، وكي تحكي تقول اش مخنوقه وتضحك كيف تقول الو، هي رجليها مشقوقه وحد سلكتها ليلو. تجري ورجليها حافيانه وحدها تحفل في الجو، قلت لهم عدوا على الطفله وقيل ضربها. يعطيك الصحه. سي فري كو نقصنا بالحق معناتها زوز معناتها تبارك الله عليك، انت في فتره قصيره معناتها بصراحه معناتها عندك بلاغه شعريه هامه برشا. سي كمال يظل طايح من السلوم معناتها قديم برشا، قديم برشا عنده. لا هو تعرف حتى مش عارفه كاهي من الثوره. مش عارفه كاهي. احنا نكتبوا شعر الغنائي متوج باكبر المهرجانات الوطنيه والدوليه معناها، وكرموني حتى في الجزائر معناها، عندي قصايد قوي مش الجانب هذا برك، عندي جانب الكوميدي، عندي الجانب الغنائي الحمد لله. لا سيبنا من الغناء خلينا في الكوميدي. 10 قصيده تشهرت لك شنو؟ هذوما تشهروا برشا راه ما عدتهمش في التلفزه، في الاذاعات في التلفزه لا، عندي قصائد اخرين. انا سمعت قصائد اخرين. سمعت ماذا اذاعه بانوراما هذه اللي تعدي من جهات الكل نسمع فيها، والفكره جاتني بعد ما سمعت اذاعه بانوراما الشعر الشعبي. نحس فما تونس اخرى، نحس الاعلام عنده تونس فما تونس اخرى. شكيب بس نقول حوايج اي بيان سور. بالنسبه كيما حكيت لك بالاعلام قعد محصور دوب العاصمة دوب الساحل، ما يدخلش الحواز للجنوب العمق. احنا نعتبر في جهة في الجنوب أو في الوسط مهمشين إعلاميا وثقافيا وتنمويا. لا يوصلنا إعلام، عندنا المواهب، عندنا المثقفين، عندنا حتى عندهم دكتوراه دولة، لا يسمعوا بهم ولا يجيبوهم في الإعلام. أنا يعني كيفاش وصلت هذه؟ قصيدة العلوش اللي جات صدفة، معناها بالصدفة مراسل تاع الحوار شدني قال لي عندك شي قصيدة تاع عظمار. احنا شو عملنا معناتها؟ قصيدة تاع عظمار أعطيتها القصيدة تاع العلوش. فهمتني ولا؟ أي صحيح. ما كنتش بمارس. علاش الإعلام ما يناديش؟ رغم إني كما قلت لك عندي أعمال. صحيح. لحنة تاع فنان معروف في سوريا اسمه فؤاد الأمير، ملحن وموسيقي، بلطي غناها وصلت 50 مليون فيتو تقريبا. نحضر كما قلت لك أعمال كبيرة حتى أبناء الجهة. ننشط في عديد المهرجانات، ملصق عام مهرجان ليالي المدينة بربي نحب نوصل تحية لهيئة مهرجان المدينة في قبلي اللي باش ينطلق في 20 رمضان ان شاء الله، وندعو اهالي قبلي انهم يدعموا المهرجان هذا. عديد الحاجات مشاركين في كل التظاهرات، اسسنا عديد المهرجانات، لكن الاعلام ديما مغيب. ندعوكم ان شاء الله بالتوفيق، يعطيكم الصحه. عايشك صح. لا بيان سور، رايك يحترم، مش قصيد عطار، رايك يحترم. احنا شنو قلنا؟ احنا حابين ان شعر شعبي، قلنا للمراسلين تاعنا كان كل واحد يعرف. احنا مستعدين نعاونوا في اي مكان في اي مهرجان، ونعاونوا تطوعيا كل بلادنا مستعدين نعاونوا. سي جمال نورتنا، يعطيك الصحة وميرسي، ورايك صح. محترم. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا سي كمال. انا عندي جمعية ثقافية مازالت فتية قاعدة تنشط بالقدا في رقادة، نحبوا نخدموا معناها على الموروث نتاع رقادة، اللي هي رقادة اللي عندها إشعاع كبير وعندها تاريخ عريق. معناها إذا كان تعملوا مزية عندكم نهار حد غادي في القيروان مش يتعدى كذا،
تمرون حويجة على رجادة، على أثار رجادة، على تاريخ رجادة العريق. باهي واضح هذا صح. شكرا. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي ميرسي. ما أحلاهم صراحة، ما أحلاهم، ما أحلاه الشعر. أما أنا زاد غرت وذيك علاش حذرت شعر زاد اليوم. الله تفضل. نحب نلقيه حتى أنا تفضل. فمش ما نلقى فرصتي و... خذ الميكرو الشعر ستر تقف ولا بالقاعدة تلقيه؟ لا لا باش نلقيه بالقاعدة على خاطر على قاعدة على قاعدة. يلا جمهور معايا كالعادة. سي سي تي سي سي اعطينا شوية شعر ولا غناء؟ لا موال كالعادة كنت تعملي قصيرة 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 داخل بقوة منال منال عمال داخل بقوة كل مرة تتغدى نفس الشخص خليها تغني يلا تفضلي مواليش تقلوا عليه اغزروا غادي اغزروا غادي اغزروا غادي كل واحدة تشوف زينة تصبح مجنونة اه يا قلبي من فوزي وحواجب المقرونة اه ونزيد فوقها اهل اللي تسمعني لحومة راهو زين وعينو فوقهم حناني تقرجومة حسدوني وما خلوا ما قالوا فيا الناس كي شافوها حذايا وعلى يميني صادق حلواس وين نشوفها قلبي نقز والوجه يحمار ويتبدل فيه اللون خاصة يا بيك عرفت لي هو حب غسيل الماعون جواجية تكوت وقلبي فيه جمرة حلفت يمين يا نوف لنان بور وما ناخذ راجل كان كيف اوزي بن قمره ياك هوا والليلة فوزي بايت في الشارع والليلة فوزي بايت في الشارع والليلة فوزي بايت في الشارع شكون يلمها يلا باهي نمشيو نمشيو باش ناجلوا الجورنال شوي نمشيو شوي لهل تحلم شال خولة سليماني يحب على الكورنوك اللي لبس به الصباط شوفوا ردة الفعل الأربعة متاع الصباح باش نظموا على دار خولة سليماني دونك نتبعوا من بعضنا شنو باش يصير خولة يا خولة يا خولة يا خولة يا خولة رمزي هل تعلم هل تعلم نخدم معاك حاشي بيك موضوع ارجو ما يسانيش للصباح خولة اسمعني نحب انا اللباس متاع الصباط هكا لسان متاع الصباط نلبس بيه صباط خاطر عندي صباط ضيق رمزي حرام نحب نلبس صباط ليش هكا قوم لربا شنو الكاميرا اللي تصور والله حاشي بك لسان متاع الصباط عندي صباط ضيق نحب نلبسه عندكش نلقاشي عندك في بالك اللي انت فجعتني انا في خطيت النوم هكا نرمالة عندك شي نقاش عندك كلسين متاع الصباب تخلي نمشي على الروح عايش خويا تصبح على خير اسمعني اعطيني نسي الصباح الثمانيه متاع الصباح ها ماكش نجيب لك لسان تمشي احلف والله تمشي والله اعطيني لسان نمشي ها لسان متاع الصباب يا خوله ضيق هذا صغير صغير نحب ما اكبر شويه يا خوله يا خوله يا خوله هاي مسالش جاتو يلا نمشيو تو المسابقة جوز الشمال جوز الدليس نقطة العادة مش كاني نحكي أنا حتى عجبني ريبون مسابقة جود ديليس جود شمال نكت العادة وبنت العويد أولاد أولادي ديما يلوموني اللي مانيش مواكبة عصري موش صحيح هذا المير الفيسبوك متاعي جامي ويقولوا لي عندك مشكلة مع السيلفي منصف سيلفي أعز الناس وهذا تليفوني آخر صيحة يا شكري أما في الكوتة وكبت عصري كوتة الشمال بعز حليب ديليس وزيد بنتها الدوم في حكتها معاكم كما كل رمضان الكوتة هي ديليس عسلامة مرحبا نستقبلوك دونك مدام فوزية الفني الفني مرح الفني اي الفني معناتها الفن شنو الفني؟ القبنة فني القبنة نتاعها الفني
فني رغم عني. ملا ملا خدمتها فني. فني رغم عني. اي جوستومون فني يعني من الفن. اسمها فني. عائله فنيه. انت ماك تعرف الالقاب بندقه منين جاي لقب فني؟ تقول انت كان جيت تعرف راك عرفت بندقه منين؟ هو هذيك ولد حومتنا. ولد حومتك. انت منين؟ من الورديه. من الورديه. فوالا. شرفوا بيك. قد عمرك؟ لازم تحرقونا يعني. 56. من عام 61. شو اسمه؟ من عام 61. من عام 61. عندك برشا تحب تعمل عمر، انت عندك زوج صغار. عندي بني وليد. بني وليد. بطال ولميت لمي. لا لا ما تبكيش، لا لا ما تبكيش، ما تبكيش اما مش لا هاي مش تصفيق علي. لا 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 ما تبكيش. او انا والله ما منال كنت غني وما بكيتش. مش تبكي انت اي حاجه يا من عم غنيه. ما تبكيش ما تبكيش، احنا نحبوا موعد تاع فرحه ذا. انت جيتنا حاجه بفرحه تو اسمك طلعت شنشينه باش ديليز تهدي لك. ما نعرفش شنشينات. تعرف؟ لا ولا عاونوني انتوما. اكو فوزي. تو نتجندوا الكل. نتجندوا الكل. عايشك. حتى انت عمل شنشينات ساهلين. ساهلين. زي عاد صحن في جلاف. تاع اللي اسمه بالفا وما عنده حتى فله مسكر عليه البيبان ويستنى في الرحمه من الله. فهمت بقى؟ اكو سيء. دق عليه هذا لا. قربت. عاود عاود. على اسمه بالفاء وما عنده حتى فلة مسكر عليه البيبان ويستنى في الرحمة من الله. فاضي شغلنا. فاضي شغلنا. باهي. ما طلعتوش الفول هذا. فول فول فول. أكو طلعوها فول. كانك قاري وفاهم وتقرأ حروف المدارس. هذه لحظة نحبها هي ساعة. سهلة فيها. دلني على عود رويان. نوارته عود يابس سهل عبش نفسرها لك. كان قاري وفهم تقرا حروف المدارس هذيك عاده يقولوها في شمل الافراق. دلني على عود رويان وفي طرطوشته عود يابس. حاجه رويانه وفي اخرها حاجه يابسه. شنو هي شنو؟ قيد قيد. العمره. العمره فيسع يفلو زي العمره. نعاودوا نعاودوا. لحظه لحظه. لا لا عرف العفلو قيد. لا لا حاجة خليقة مش صنيعة. فلفل. به فسر لي فلفل شمعت عود روين عود يابس. لحظة لحظة خاطر هي تو ماشي العورة تو باش تضيع شنو وين الروين وين اليابس؟ أنا في وقتها أنت. دلني على عود رويان. عود رويان؟ نورته عود يابس عرفتها؟ شكيب. سعيد شوية نوفل. وقتاش طلع شكيب؟ عمره ما طلع. ومدام بيا بحذايا مانيش شو طلع. سهل لها نوفل. رسول. خليقة في بدن الإنسان. آه. عود رويان. حاجة تجري فيها الدم. في راسها عود يابس. الظفر. سبعة. وسبعة. والجواب صحيح. مبروك عليك العمر. يا حياة قلبي مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك يا عارفة فرحتنا والفرحة جمعتنا. شبيك شبيك لطف عليك. عمره ومعاها المصروف. ديليز تعطيك المصروف باش تمشي الغادي خاطر برشا برشا ما يصدقوا ربي لقاو عمره ما عندهمش حق المصروف. ما تبكيش عاد باش تمشي لبيت ربي. ان شاء الله وانت تدعي دعوة خير. ان شاء الله ان شاء الله. خير لي. لا 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 مش لازم هما حاجتهمش. لا الكل الكل حاجتنا. انا الاولى بربي. زغريتا. زغريتا. انا نعرفش. تعرف. عايش عايش بنتي يا حبيبي. انا زغريتا. وزيا شنو احوالك؟ خير شوي. الحمد لله. ربي فضلك انت وربي يحفظك. عايشك ربي يفضلكم الكل. عايش. عمل لي ديديكاس. عمل لي خلينا نعملوا جو حفلة. عمل لي ديديكاس لشكون؟ لا شو مدخل عليك؟ نشكر ديليس. نوفل نوفل ورديني. لا لا ديليس يعطيهم الصحة اما ديديكاس للي يعرفوك والفازات هكا وتفرجوا فيك في التلفزة تو. قول لها بالعربي شنو ديديكاس؟ اخواتي وولدي وكهو. ولدك وبنتك ولاخواتك وربي فضلك انت. عايش كلك انت. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. عايشك عايشك. ما فما حتى مزي خليك هكا حذانا. المهم إذا أنت كيف فوزية تحب تهدي عمرة ليك واللي تحبه أبعد دي دو على 85 822 من عند فوتة ديليس نكهة العادة وبنت العويد. عايشك يا حميدة. عايشك يا اللي مانيش مواكبة عصري مش صحيح هذا المير الفيسبوك نتاعي.
جيم ويقولوا لي عندك مشكلة مع السيلفي، منصف سيلفي أعز الناس. وهذا تليفوني آخر صيحة يا شكري أما في الجوتة وكبت عصري جوتة الشمال بعز حليب ديليس وزيد بنتها الدوم في حكتها. معاكم كما كل رمضان الجوتة هي ديليس. اما بالحق قديشكم مضعاف في الامثال الشعبيه؟ قديش انت كي تعرف الريبونس نتاعهم الكل تبدا غاديك نظروا نحن ضعاف، تعرفش كيفاه المره الجايه نحن نقولوا تشانشينا وانت تحاول باش تطلعها مع المدبري. بالحق ضعاف، مش نحن المره الجايه شكون عنده تشانشينا؟ امشي امشي نتحداكم. انا امشي لطفي امشي ومن بعد منال. منال وبعدين امشي منال. سبعة مطارق في بير غارق. سبعة مطارق في بير غارق معروف. قرنيت. انت شكون قال لك قولها انت معايا ولا معاه؟ في واحد ما تعرفهاش. علي طوله شبر عرضه شبر فيه المالح والحلو والمر. فيصل بالزين. تحيل فيصل. ليه 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 نفدلكم نفدلكم نفدلكم. لا تخلينا مشكلة على فيصل. نقول سبيدي ما تقلقش سبيدي. سهلة سهلة. خليقة خليقة. لحظة لحظة. طوله شبر عرضه شبر فيه المالح والحلو والمر. يلا. شفت الضرب الصحيح خويا؟ على طوله شبر. اي. اي. عرضه شبر. عرضه شبر. فيه المالح. والحلو والمر. حل حلو كيما المرأة اللي في الدار. المالح والحلو والمر وخليق خليق تربي. طلع نوفل عادي. هاي عادي. هاي جات المرأة ما غاديك. ما بحشمت ناخذ منه. ليه مازال مش هكاك عنده لغيات. فضحنا قولوا له. لا لا واش قالوا له. لغيات يضربوا في النوم. طلعوا يا سيدي طلعوا. حضروا بالك لغيات خذوا حاجة كبيرة. طلعوا حتى هما ما عرفوش. حتى هما ما عرفوش. عندهم الانترنت ونجموا يعرفوا يقولوا له. تاخذوا الإجابة وكاو. لا لحظة لحظة لحظة. طوله شبر عرضه شبر فيه المالح والحلو. اليد. لا. أنا طلعت. شنو مالها؟ لا ليه ليه لسانته شبر ها لسانك طويل الوجه طوله شبر عرضه شبر فيه المالح الريق والدمعه والحلو الريق والمر اللي يخرج اما واحد عنده ريق ماس فما اللي ما عنده جمله كباشتي اما اللي عنده ريق يلا بعد شوي نحكيو على اللي ليك ليك فاصل صغير وبعد نرجعوا لحكايه رمضان